مدرستنا صارت أجمل، فصولنا صارت أكبر، وصرنا قادرين نتحرك بحرية ونشكل مجموعات عمل لنفهم دروسنا أكثر. وهذا مختبر الكيمياء، وفيه بنقدر نعمل كل التجارب الكيميائية يلي درسناها بشكل عملي. المكتبة تصممت بشكل مختلف، كبيرة، هادية، وفيها مساحة من الخصوصية. بهاي القاعة بنتجمع أنا وأصحابي، فيها كل الأدوات الرياضية يلي بنحتاجها، لهيك إحنا بنقدر نلعب كل الألعاب يلي بنحبها.